الحمد لله الضغط كويس. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زياره عائليه. عائليه؟ مش قادره، كعبي هينخلع مني. هو احنا هنخش عند الدكتور امتى؟ معلش يا روحي استحملي يا اختي شويه، تعالي على نفسك. ربنا على القوي. اصلها يا اختي متجوزه ارهابي بعيد عني، عرف بس ان رجليها خدت عتبه الباب يليوي اتجنن كسر البنت على الاخر اهي، ما تنفعش تاني ببصله. ما تهدوا بقى يا جماعه، القبله دلوقتي هتدخلكم للدكتور. مش كده يا قبله؟ حاضر يا جماعه لحظه واحده. يا حبيبتي ما الدكتور لازم يتصرف. امال البنت موضوعة على الآخر. يا جماعة حرام عليكم، مش معقول كده. ست المحرمة الله قومي يا حبيبتي قومي. احنا لسه هنستنى على يا بنت شوية. واحدة 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 واحدة. لا ما ينفعش يا أستاذة كده، واحدة واحدة. واحنا داخلين السيما يا أختي وأمين وشي. يلا يا حبيبتي يلا. أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، أنا ما أعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده؟ ليه؟ مشكله بينك وبين خالد، انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري، أقسم بالله العظيم وحياة حبستي في السجن ظلم، لو رست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد إذنك؟ إديني فرصة وأنا هبقى أكلمك. أنا استنيت كتير، خلاص وصلت لآخري. لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور، ده كف صاد كومبارس فامر. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسيست يطلع للمخرج بسرعه. روح يا حبيبتي للاستاذ المخرج خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. السيما حلوه واللي فيها احلى. هي دي الرجوله صح. تصدق بايه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيلة. شفت البيت صلية العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجهم النهارده قبل بكره، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في الصنع ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام.
نعمل ايه يا علوة؟ الرقاصة لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجة. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعة السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشة كده ليه؟ مش قفشة ولا حاجة بالصراحة، يعني راجعة مش شايفة قدامي وانت شكلك رايق صراحة. راجعة مش شايفة قدامك منين كده؟ لا يا باشا، لغاية هنا وستوب بقى. الحكومة ملهاش تسأل رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومة ما تسألش ليه مروحك ولا غادي كفايشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. عليكي يا بنت بالراحه بالراحه. يا اخي بيت البغيل والله العظيم غيري. لا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه. هو كده حلو قوي؟ ما تعرفيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي موكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. بس ما بلاش السهوكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه. لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه جاي. والمساج؟ انا بقى اللي هعمل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عماره وبتطلع. صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. هو يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاويه تمثيل، تكوني غاويه مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفاء اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجاله حاجه عدله. ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حسيتش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمة في حياتها. أنا بقى غيركوا كلكم. أنا اخترت راجلي بإيدي، علمت كل حاجة على إيدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظة واحدة. تحب الراجل يحبك، بس وانت بتحبيه ما تنسيش إن هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس إحنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجالة والرجالة تدلع. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امي بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. ده لي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. انا بقى قابلته، كان احسن راجل حبني زي ما انا. رقاصه، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظه راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما انا. واضح انه كان راجل عظيم، بس الرجاله دي
خلصت خلاص. قطعت الرجاله بقى وسيرتها بقى. البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحك بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر. بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل. انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطولي بقى كده وافرحولي. بتقول للعريس ايه؟ تعالي حبيبتي، تعالي. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسه عروسه يعني. مش عارفه تعبانه طول الطريق. طب معلش على حاجه. يا لهوي الحقيني الحقيني يا ولد. مالك حصل ايه؟ طب ما نجري بيه على المستشفى يا بنات. يا ريت سود مش هنلحق، المايه نازله. حلم ولادها فوق. يا لهوي. يلا يا امان يلا. طب اصبري شويه، امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. يلا يلا حبيبتي، تعالي عيالك يا ماما. يلا يلا يا اختي يلا. يلا يا حبيبتي ارجعي معايا شويه. يلا يا اختي، انا بقالي 5 ساعات. يلا حبيبتي يلا. يا جماعه الميه. خلاص حطي حطي. الله اكبر، بنت زي القمر. مبروك العلاج. مبروك. لا انت واقفه سم الله سم الله سم الله. والنبي يديني اشيلها شويه. القمرات زادوا واحده يا ناس.
يا خراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس، قولوا له جات لك امرايا. يا خراسي يا ناس، في حاجه حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي، يا نهار اسود. كوكي كوكي كوكي، فوقي يا دورة. جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي، تسندي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروح الدكتور. حول قوة الا بالله. تعرف يا ممشي اني تعبانه، والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتوش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قالك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليل، خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد، اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي، ومريم وحشاني جدا. يا خالد انت فين؟ انا عند صفيه، فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسه وهي بتعيط، قالت لي انها بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافره، مامي في السجن، مامي وحشه. كان ممكن اروح المدرسه اطربقها على دماغها، بس خلاص مبقاش لي لازمه. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عنك اي حاجه وحشه. رحت المستشفى والعياده والبيت، كله في يوم واحد، حتى العربيات خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجه. مريم بتحلم بيكي كل يوم ليل. بجد يا خالد؟ انا عايزه اشوفها بس كده. العالم في شرم الشيخ بقى الجميل مع صاحبتها. وديني حتى يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحه بس. احنا هنقول ان انت راجعه من السفر، وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكوني انت محضره شنطه فيها شويه هدايا كده، ويبقى كل حاجه مشيت زي ما انا برتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون؟ ما تقلقش انا هسمع صوتها بس، مش هتكلم خالص. مش عارف يا خير، مش عارف. يلا يلا يلا.